لم يمر على الوديعة السعودية في البنك المركزي التركي سويعات إلا والسيسي، أو زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ودي البطاقة بتاعته. السيسي انتقض، زعل، جاب عباس كامل. بقى عباس ينفع كده بعد اللي عملناه مع السعودية؟ ده احنا رحنا عملنا لهم حصار قطر، واحنا مالناش علاقة مع قطر. ينفع يا عباس اللي بيحصل معانا ده؟ ده احنا يا عباس وقفنا لهم وساعدناهم في موضوع خاشقجي، ومالناش علاقة بخاشقجي، رغم ان احنا عارفين اللي حصل في السفارة السعودية في اسطنبول. يا عباس بقول لك السيسي في حالة استياء رهيبة من كتر الهرجلة اللي عنده بالخمسة مليار دولار اللي تركيا أخدتهم من السعودية وبدون فوائد. يعني السعودية بتشتري الآن الأصول المصرية، بتشتري الشركات المصرية بالودائع القديمة بتاعتها، أما الودائع اللي السعودية حطتها في تركيا بدون فوائد، وكأن السعوديين والأتراك دول ما كانش في بينهم من بعض أي تركات ولا أي مشاكل ولا أي حاجة. فالسيسي مستاء جدا، قعد مع عباس كامل وقال له ينفع يا عباس اللي بيحصل ده؟ عباس قال له يا ريس مش عارف، يعني انا مش عارف والله يا ريس اقول لك ايه، رغم انك يا ريس تذللت لهم ورحت لمحمد بن زايد في الامارات والقصه دي كلها. لكن عباس كامل اشار على عبد الفتاح السيسي بنقطه مهمه جدا، قال له يا ريس ما تيجي نرازيهم. قال له عباس ما بنرازيهم كل مره يا عباس، وبطلع اعتذر، ما قال الحفاة العراة لسه مش بعيد قوي يا عباس. طب نعمل ايه يا ريس؟ قال لك بص يا عباس، احنا رازيناهم في الاعلام ما نفعناش وطلعنا اعتذرنا، رزيناهم يا عباس في السوشيال ميديا ما نفعناش وطلعنا اعتذرنا، نرازيهم في ايه يا عباس؟ راح عباس قال له يا ريس احنا نرازيهم بحته دار الافتاء. ازاي يا عباس؟ قال له يا ريس نطلع دار الافتاء تقول على السعوديه او على الوهابيه خوارج. موضوع بسيط جدا، فنزلت دار الافتاء كتبت التويته اللطيفه الظريفه ديت بسبب ان السيسي على فكره بتاع دار الافتاء المفتي عندنا، ودي رساله لاخواتنا في السعوديه واخواتنا في الامارات واخواتنا في البحرين وفي الكويت وفي قطر وفي كل البلاد. عندنا يا جماعه لا دار افتاء ولا اي مؤسسه في مصر تستطيع ان تصدح من دماغها، زي نفس الوضع في السعوديه كده، ما فيش مؤسسه تصدح من دماغها الا بامر من الحاكم بامر الله، سواء بن سلمان او بن زايد او السيسي. ده الوضع في الوطن العربي المنكوب والمركوب للاسف الشديد. لكن بعد التغريده اللي دار الافتاء دي عملتها، السعوديين زعلوا، وكانت النتيجة بالتغريدات اللطيفة اللي أنا هعرضها لحضراتكم دلوقتي وتستمتعوا وانتوا بتقرأوا ازاي السعوديين ولهم حق شهادة لله السيسي عمل معاهم كده لمجرد ان رفضوا يدوا فلوس ودوا تركيا وديعة.
ده اللي بيحصل ما بين الأشقاء السعوديين ودار الإفتاء المصرية. بالمناسبة بس حابب أقول لحضراتكم إن دار الإفتاء المصرية عشانها عظيمة عملت زي بتاع صاحب المقال الحفاة العراة كده لما اعتذر. دار الإفتاء المصرية هي كمان حذفت الخبر، ما قدرتش تصمد. يعني سبحان الله وتعالى، لس السعودية دي ما حدش يقدر يصمد قصاد منهم. الرز برضه يا جماعة له قدرته على السيطرة، زي جورج قرداحي ما قدرش يصمد قصاد السعودية، زي سعد الحريري ما قدرش يصمد قصاد السعودية، زي مقال الحفاة العراة ما قدرش يصمد قصاد السعودية. يعني السعودية لها من الضغط والرز الخليجي اللي هو تقدر تضغط وتخلي الكل يتراجع. دار الإفتاء المصرية تراجعت والخبر اتحذف هي كمان. ده بس بيوريك النوش اللي بينهم وبين بعض. لكن شهادة لله، محمد بن سلمان والسيسي ومحمد بن زايد لما شافوا اللي حصل في 2017 في قطر، فاكرين انتوا لما عملوا المحور اللي هو مصر والسعودية والإمارات وجابوا البحرين في السكة وقال لك احنا هنفرض حصار على قطر، وكان هيحصل غزو لقطر باعتراف أمير الكويت الراحل رحمة الله عليه، كان هيعملوا غزو لقطر في اللحظة والتو. ساعتها الحليف الاستراتيجي لقطر تركيا مباشرة أرسلت 5000 جندي تركي للأراضي القطرية، فأحال دون الغزو الخليجي المصري للأراضي القطرية لولا أردوغان. فالموقف بتاع أردوغان مع أمير قطر وإن فضل يقف جنبه في حصار 2017، المواقف اللي بينهم وبين بعض دول ورت السعودية والإمارات إن فعلا أواصل الأخوة، وإن فعلا في حليف استراتيجي ينفع يبقى حليف استراتيجي، وفي حليف تاني همه الرز. وضحت؟ في حليف تاني هم الرز، بمعنى ان السعوديه والامارات شافوا ان فعلا تركيا دوله مخلصه، وان فعلا اردوغان رجل مخلص، وان اردوغان ما بيهموش الفلوس قد ما بيهمه العلاقات الاستراتيجيه القويه الاصيله بجد، وان اردوغان مش غادر ولا ماكر، وان اردوغان فعلا لم يترك حكومه الوفاق الليبيه بتاعت السراج، ولم يترك حكومه الوحده الوطنيه الليبيه الان، واردوغان لم يترك الشمال السوري، واردوغان لم يترك الحلفاء والاشقاء في اذربيجان، فوقف معاهم ضد ارمينيا. فهم درسوا العلاقات دي كلها ولقوا ان اردوغان رجل صادق في المواقف بتاعته. تعمل معاه خطه دفاعيه او تعمل معاه علاقات دفاعيه او استراتيجيه او اقتصاديه، هو صادق لا يبدل في كلماته. اما الشخص اللي قال لهم مسافه السكه وطلع كذاب، فالسعوديه والامارات عرفوا تمام السيسي. حتى في التغريدات اللي حضراتكم لسه شايفينها، كل اللي داير من السعوديه والامارات ناحيه عبد الفتاح السيسي ان احنا عرفنا تمامك، انت طلعت بتاع رز وبس، عايز مننا فلوس وبس، وموضوع الفلوس اللي شغاله ليك على الفاضي والمليان ده احنا خلاص وقفناه. احنا الرجال بقى والحلفاء الاستراتيجيين الحقيقيين اللي وقفوا وقفه رجاله مع قطر لما احنا كنا ضد قطر، دول اللي يستاهلوا بقى ان احنا نقف معاهم وان احنا ندعم باقتصادهم وان احنا نستثمر عندهم، لانهم صادقين في كلامهم، مش زي حالاتك كده كذاب وبتاخد فلوسنا وتروح تعمل بقى قصور وطيارات. ده ملخص اللي حصل من دار الافتاء المصريه تجاه السعودية ووصف السعوديين أو الوهابية بأنهم خوارج. سلام عليكم.